مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل زينة رمضان باستخدام الوحدات المثلثة. اللهم بلغنا رمضان بأحسن حال إن شاء الله. والحاجات اللي هنستخدمها النهاردة بكرة خيط وإبرة كروشيه ومقص وإبرة خياطة أو إبرة كنبة. هنبتدي الشغل بعمل 15 سلسلة. وبعد ال 15 سلسلة هنبتدي نعمل سلسلة واحدة عشان نطلع بالسطر الأول. هنعمل في السطر الأول 15 غرزة حشو أو اللي هي single stitch. هنكمل لآخر السطر من غير أي زيادة أو نقص. نبتدي نيجي للسطر التاني عشان يدينا الشكل المثلث. هنعمل تناقص او decreasing بالطريقة دي في اول السطر، ونكمل باقي السطر بغرزة السنجل كروشيه عادي جدا. هنكمل نشتغل سنجل كروشيه لغاية آخر السطر. هنيجي للسطر الثالث، هنعمل برضو decreasing. هنلف الخيط على الإبرة ونطلع، وبعدين ندخل تاني الغرزة اللي بعدها نلف الخيط ونطلع ونسحب الخيط مرة تاني. هنكمل بالطريقة دي كده لغاية لما نوصل لآخر الوحدة المثلثة. يفضل عندنا ثلاث غرز single crochet، وبعدين السطر الأخير هيبقى عندنا غرزة واحدة سنجل كروشيه. بنقفل السطر، وبكده نكون خلصنا اول مثلث بالطريقة دي. بنعمل كمان ثلاث مثلثات بألوان مختلفة ونجمعهم مع بعض بالخيط والإبرة، وبعدين بنرجع نعمل سطر من السنجل كروشيه على حافة المثلث. نيجي عند زوايا المثلث بنعمل في نفس الغرزة 4 سنجل كروشيه. وده الشكل النهائي لزينة رمضان باستخدام الوحدات المثلثة. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. مستنيين تطبيقاتكم. مع السلامة.